معانا كرامات، معانا كاسات شاي، معانا سكاكين، معانا جبار. تجيب النهاية هاي حقها 50 وهاي هي 50 في هذا كمان هاي حقها 30 في سكين حقها 2 خيمتنا باردة بتنش مي وقتها بتنزل المطر بطانيات اللي بيعبيني مي وقتا نشتغل منوكل وقتا ما بنشتغل منوكل عبيع مشان أصرف على أخواتي على البيت بتذكر الأنسي بتذكر رفقات اللي كنت ألعب معهم بتذكر الصاف بتذكر كل شيء بتذكر وقت طالعنا رياضة نلعب بالطابي نطلع من الصبح نجي أوقات أداء المغرب نجي العصر جيت نمشي من 40 كيلو لـ30 أنا بمشي كتير ونجي تعبانين قد استشهد أبوي صوبته وشظيفة راسه يعني صغر يعني يقدر ويش وعاق تعرضوا لنا العجائي من عمي يبي يروح معنا هيك يعني شكل انه سلام ماشي معنا اما يتعرضوا لنا العجائي يقتلونا يخدموا لنا الاغراض اتمنى انه يعني اولادي يرجعوا للمدارس ويعيشوا طفولتهم يعني الان هدول ما عندهم طفوله لان حملتهم الهم من صغر سنهم يعني صفوا هن يعني مثل اذا كانيتوا يعني مثل الأب يعني في البيت يعني هن عم يطلعوا بيجيبوا لي لقمة العيش لحتى نقسم أصرف على خواتهم وعلي وعلى عمهم هذا الدرويش اللي بارك عندي. حلمي نرجع للضيعة أدرس بالمدرسة أصير أستاذ أكبر نطلع من الخيمة على بيت عيش حياتي الطبيعية